عليكم يا حلوين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هسه تكتبون وياي تقعدون عقال. اليوم راح نتهجى هاي الكلمات. عندنا أول كلمة أخذناها دقادة دقادة دادا. يلا وياي. دقادة إردار. بدون الصياح يا حلوين، صوت كنا واحد. دقودو إردور. دقودو دقدود. عفية. دقادة دقادة دادي. دقادة إريري داري. شنو يعني دور قلنا؟ يعني بيوت هواية. شنو يعني دور؟ هاي الصوت عبر لنا عن كلمة دور. دور يعني بيوت هواية. شنو يعني دود؟ شوفوا هاي الدودة. هاي الدودة، لا دودة رجعت تفاحة. دقو دود ايه دود. دقو دود ايه دود. شوفوا هنا هاي الكلمة دار. دقا دائر دار. شنو يعني دار؟ بيت واحد. شنو يعني دار؟ بيت واحد. شوفوا الدادة. شنو الدادة؟ يعني طفل الخير. نتهجاها دقادة دقادة دادا. حفية بالأبطال. صفقوا نفسكم.